أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو بوغي. بوغي هي الكلمة الطنانة التي تشير إلى المؤشر المستخدم لقياس أداء الصندوق. هذا المؤشر يعكس نطاق الاستثمار في استثمارات الصندوق. مقارنة أداء الصندوق على المؤشر يعطي المستثمرين فكرة عن كيفية التقدم الذي يحرزه الصندوق مقارنة مع باقي السوق. على سبيل المثال، يمكن مقارنة أداء صندوق صغير مع مؤشر راسل 2000، وهو مؤشر الصناديق الصغيرة كأب. يشار إلى مؤشر راسل 2000 ببوغي وأسهم الشركات الصغيرة عند الحديث عن الإفراط أو التقصير في أداء الصندوق. أحد المؤشرات الأكثر شيوعا هو مؤشر ستاندرد أند بورز 500.